السؤال التالي: الناشطون في المشهد الفلسطيني، الداعمون لإخواننا المأزومين والمنكوبين في غزة، يسألون إيقاد الشموع. تعرف هنا فيه بعض ما مظاهرات الاحتجاج توقد فيها الشموع ويرفع رأسها الشموع ويسيرون في مسيرات وهم يحملون الشموع. إيقاد الشموع ومشاركة الأئمة في هذه المناشط للدعاء والتذكير دعوة للمتعاطفين والعاملين معهم في المؤسسات الداعمة بالضمائر المفضلة لديهم. في إيقاد الشموع في مثل هذه المناشط شبهت مشاركة غير المسلمين فيما هو من خصوصياتهم، التشبه بهم فيما هو من خصوصياتهم. إيقاد الشموع للتعبير عن شيء ليس مسلكا إسلاميا، ليس موروثا إسلاميا، هو من مواريث القوم، ربما من بقايا موروثهم الديني أو الكنسي. وقد نهينا عن التشبه بغير المسلمين، من تشبه بقوم فهو منه، لكن إن كانت تستجلب بها حقا مصلحة أعظم أو يستدفع بها مفسدة أكبر كانت من مواضع النظر والاجتهاد. لقيام الشريعة على تحقيق خير الخيرين وعلى دفع شر الشرين، بل لا يبعد القول بالرخصة في ظل فيضانات الدماء وأكوام الأطلال والخرائب في غزة، وقد تقام المصالح العامة وإن اعترض في طريقها بعض المناكر الجزئية، ونتقي الله في تقليل هذه المناكر ما استطعنا. طبعا يرجع في هذا فضلا عن أهل العلم إلى المنظمات الحقوقية والإعلامية والسياسية ونظائرها لتقدير المصلحة والمفسدة. نحن أميل إلى القول بالرخصة إن ترجحت مصلحة المنكوبين في هذه المسيرات الاحتجاجية.